مولد الرسول صلى الله عليه وسلم النهارده ليله متميزه. بالامس كان في احتفال كبير جدا عمله الدكتور حسن راتب وحضره كبار علماء المسلمين، فضيله الدكتور شوقي علام مفتي الجمهوريه، فضيله الدكتور علي جمعه وكبار علماء رجال الدين في مصر والمنشدين. بكره الخميس المحور هيبقى فيها الساعه 8 مساء تشوفوا اجمل احتفال بمولد الرسول واكبر احتفال اقيم وهتستمتعوا بيه، والعاده يوم الجمعه ان شاء الله. شيء غير عادي، وانا امبارح موجود حاسس ان انا في حاجه تانية. بتشوف الانشاد مع كلمات، بفتكر الافلام زمان لما كانوا يعملوا الاحتفالات الدينيه مع احواجنا في هذه الايام، انك تعمل راحه للنفس، انك تسمع منشد وتقعد تصلي على الرسول كده. ده المجلس اللي بتحفه العلماء. ارجوكم بكره الساعه 8 استمتعوا بحلقه خاصه من صالون المحور، وتحياتي واشكر الدكتور حسن راتب على هذا الحدث المهم اللي انا امبارح كنت سعيد جدا بيه.